الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال قد هدوه، يبصرون بكتاب الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى. فما أعظم أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يردون على أهل البدع والضلال الذين يختلفون في الكتاب ويخالفون الكتاب ويعقدون ألوية البدعة ويطلقون عنان الفتنة. فنعوذ بالله من فتن أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا مزيدًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا عباد الله أن الحرب بين الحق والباطل باقيةٌ ما قامت النفوس وما بقيت هذه الحياة الدنيا. فالحرب بين أهل الحق وبين الباطل لا بد أن تكون امتحاناً وفتنةً للمؤمنين وتمحيصاً للصفوف، وليميز الله الخبيث من الطيب. ألا وإن من الحرب القائمة بين الحق والباطل الحرب بين المسلمين وبين أهل النفاق والشقاق من الليبراليين والعلمانيين الذين يريدون تشكيك الناس في دينهم ويريدون صرف الناس عن دين ربهم من أجل أن يخرجوهم من هذه الملة الحنيفية السمحاء ومن شبههم الباطلة التي لا زالوا يرددونها ويرددونها بين الحين والآخر، أن الإسلام عائقٌ عن التطور، ويقولون ذلك صريحًا، وبعضهم ينسب ذلك إلى السلفية، وبعضهم ينسب ذلك إلى العلماء، وكل ذلك طعنٌ في دين الله سبحانه وتعالى، ومروقٌ من الدين، وإعلانٌ للحاد، والحرب على دين الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فمهما حاولوا محاربة الإسلام وتشكيك الناس في دينهم، فإن هذا الدين منصور، وأهله منصورون إن تمسكوا بدين الله سبحانه وتعالى. والرد على هؤلاء سيكون مجملا، وإلا فإن المقام يحتاج إلى تفصيل، ولكن مقامنا مقام اختصار. فيرد على هؤلاء أن دين الإسلام أنزله الله عز وجل من أجل أن يبقى، فهو دين صالح لكل زمان وكل مكان. فمن قال أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، وأن هذا الزمان لا بد فيه من قوانين وضعية أو دساتير حديثة تناسب الناس، فإن هذا كفر بالله وخروج من الدين. فدين الله عز وجل أنزله الحكيم الخبير الذي يعلم ما كان وما يكون،
والذي لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل أعلم وأبصر بأحوال العباد في الحاضر والمستقبل، فعلم الله عز وجل كامن لا يلحقه نقص، فأنزل هذه الشريعة من أجل أن يحتكم إليها الناس، ومن أجل أن يفهمها الناس، وأن يعمل بها الناس. فالله عز وجل توعد المعرضين عن كتاب الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى محذرا من التحاكم إلى غير كتاب الله سبحانه وتعالى، ومبينا حكم من تحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى لنبيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرًا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكمًا، ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. فهذا الدين يا عباد الله ما أنزله الله عز وجل إلا من أجل أن يبقى إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. والوجه الثاني في الرد على هؤلاء الذين يزعمون أن دين الله سبحانه وتعالى عائق عن التطور والتقدم، يقال لهم إن الإسلام لم يكن يوماً من الأيام عائقاً عن التطور والتقدم، ولكنه عائق لكم عن شهوانياتكم وشهوة بطونكم وفروجكم وعهركم وفجوركم. نعم، الإسلام يقيد حريتكم للشيطان ويخرجكم من الظلمات إلى النور. فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يستقيموا على دينه سبحانه وتعالى، لا أن يكونوا في عبادة الشيطان، ولكن هؤلاء يريدون بكلامهم أن ينحوا الشريعة وأن ينحوا الشريعة وأن يستبدلوا دين الله عز وجل بدساتير أهل الكفر والضلال، فتنفتح لهم الشهوات من كل اتجاه في الفروج والبطون والأموال وغير ذلك. وإلا فإن الإسلام قد حث على التقدم والتطور فيما لا يخالف شرع الله، كيف يحارب الإسلام التطور والتقدم وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله الحث على العمل والحث على التكسب؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. والأحاديث في هذا المعنى والآيات كذلك كثيرة جدا.
فالإسلام حث على العمل، والحث على العمل حث على التطور والتقدم، ولكن في غير ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن يا عباد الله، كما ذكرنا أن مقصود هؤلاء هو الانفلات من الشريعة والدخول في دساتير أهل الكفر والضلال. ومن قول هؤلاء أن السلفية هي سبب التخلف عن التطور، ويريدون بذلك الإسلام، فإن صرحوا بالإسلام أو قالوا إن السلفية كل ذلك يا عباد الله يراد به دين الله. فالسلفية هي دين الله سبحانه وتعالى، فتعريفها هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما كان عليه السلف الصالح في القرون المفضلة، وما كان عليه أئمة العلم المجمع على إمامتهم وعلمهم، وهم كما قال عنهم صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر حديث الافتراق، ذكر الفرقة الناجية، قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي، فهم أسعد الناس، بقوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا معنى السلفية، هي اتباع الرسول وما كان عليه الصحابة وما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالطعن في عقيدة السلف طعن في الإسلام. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. وذلك يا عباد الله لأن مذهب السلف كما قال شيخ الإسلام لا يكون إلا حقا. فالطعن في السلفية طعن في الإسلام، وما يدعو إليه الإسلام هو ما تدعو إليه السلفية. وهؤلاء يا عباد الله ينكرون على أهل السنة اتباعهم لمن سلف من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا ينكرون على أنفسهم سلفيتهم لأهل الكفر والضلال السكارى الذين ماتوا حيارى من كفار اليونان وغيرهم. ولكن من خالف شرع الله لا بد أن يقع في التناقض. ومن شبهاتهم يا عباد الله أنهم ينسبون ذلك إلى أهل العلم والفضل، فيقولون إن أهل العلم هم الذين أخروا الناس عن التقدم، وهذا لحن من ألحان قولهم، وإلا فإن مرادهم هو الطعن في الإسلام، لأن الطعن في حملة الإسلام هو طعن في الإسلام. ولا يطعن في العلماء إلا منافق معلوم النفاق. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن الذين استهزأوا بالرسول وبالصحابة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالعلماء يا عباد الله زكاهم ربهم في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه وتعالى مبينا فضلهم وعظيم فقههم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال سبحانه وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأشهدهم الله على أعظم مشهود وهو توحيده سبحانه وتعالى، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفضل العلماء عظيم كبير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم طعن في الإسلام، وهذا هو مراد الطاعنين.
فالعلماء يا عباد الله لا يحاربون تقدما ولا تطورا، ولكنهم يحاربون الانفلات عن دين الله سبحانه وتعالى، ويحاربون التحرر من أحكام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا عباد الله، هل سمعتم عالما من علماء أهل السنة يحرم الصناعات ويحرم المباحات؟ حاشا وكلا، ولكنهم يبينون الأحكام المتعلقة مثل هذه الصناعات وهذه الأعمال التي تستحدث في كل زمان وفي كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، وإن من شبهات أهل النفاق والشقاق من الليبراليين والعلمانيين ومن لف لفهم ونحى نحوهم من أهل الكفر والضلال استدلالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر على أناس يؤبرون النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: أظن ذلك لا ينفعهم، فتركوه فخرج شيصا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قلت ذلك ظنا، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مرد هذه الأمور إلى أمور إلينا في أمور الدنيا. والرد على هؤلاء يا عباد الله: أولاً، إنكم تنكرون الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنكرون هذه السنة المحمدية، فما بالكم في هذه المسألة استدللتم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فبسبب أهوائهم يستدلون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ويرد عليهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل مرد هذه العلوم الدنيوية إلى الناس لأنهم يعلمون كيف يصنعون وكيف يزرعون وكيف يعملون، وليس معنى ذلك أن الناس هم الذين يشرعون ويقولون هذا حلال وهذا حرام. ويبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الثمار قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ومع ذلك فإن الله عز وجل بيَّن في كتابه أحكام هذه الثمار، وقال سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيَّن الحلال والحرام في هذه الثمار، فبيَّن الزكاة فقال صلى الله عليه وسلم: ليس دون خمسة أوسق صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلاً قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقال: ونهى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها. فهذا يبين يا عباد الله أن مرد الصناعات والأعمال إلى الناس وخبرتهم، وأما الحلال وأما الحرام فمرده إلى الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. وهذا يبين هذه المسألة، فإذا بانت استقامت في القلوب ورد على هؤلاء الذين يستدلون بمثل هذه الأحاديث من أجل أن ينحوا شرع الله سبحانه وتعالى، فإنهم يريدون أن يجعلوا الدين في المساجد ويحصروه، بل يريدونه في المساجد على أهوائهم أيضا. ولكن الدين يا عباد الله
في المساجد وفي الطرقات وفي البيوت وفي المعاملات وفي كل مكان. فالمسلم في حياته كلها عبد لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياة المرء كلها لا تنفك، فحياة المرء كلها لا تنفك عن دين الله سبحانه وتعالى. فقيامك وقعودك وخروجك ودخولك وذهابك وإيابك وسفرك وإقامتك واستيطانك لا بد فيها من حكم شرعي. فأحكام الدين شاملة لأحكام الحياة كلها، بل إن أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي آية الدين، وهي في المعاملات. والأدلة يا عباد الله في هذا الشأن كثيرة جدا، ولكن المراد يا عباد الله أن يتنبه إلى تلبيسات أهل الضلال وأهل الشقاق وأهل النفاق الذين يريدون أن يعطلوا الشريعة وأن يستبدلوها بأحكام أهل الكفر والضلال ودساتير أهل الضلال، ويجعلون ذلك سبباً للتخلف كما زعموا، ويجعلون ذلك عائقاً أمام التطور والحضارة. وإنهم ليعلمون علم اليقين وبشهادة أربابهم الذين يعبدونهم من دون الله من كفار الغرب وغيرهم أن حضارات الإسلام هي أعظم الحضارات من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولكن هذه الحضارات ليست حضارات أهل الكفر والضلال، وإنما هي حضارات تتوافق مع الشريعة. ولنا يا عباد الله في الحضارات التي صنعها المسلمون بعد فتحهم الفتوحات كما حصل في الأندلس وغيرها آية وعبرة، فإن أهل الكفر والضلال قد أخذوا من حضارات المسلمين، بل إنهم قد سرقوا كتبهم ومؤلفاتهم من أجل أن ينسبوا هذه التقدمات وهذه الحضارات إليهم، وهم يعلمون ذلك علم اليقين، ولكنهم يتعامون عن ذلك من أجل الطعن في الإسلام وفي أهل الإسلام. فاحذروا يا عباد الله وحذروا، وبدين الله تمسكوا، فإنما هي أيام قلائل، والموعد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسيرى الفريقان فريق الجنة وفريق السعير. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمة المسلمين على طاعتك، واجمعهم على تحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا بسوء وفتنة، اللهم رد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونذرأ بك من شرورهم، أنت حسبنا ونعم الوكيل.